طيب نبدأ بقى جولتنا الإخبارية وقراءة في صحافة اليوم وأبرز العناوين، نبدأها منين يا أحمد؟ نبدأ من الأخبار الصفحة الثالثة، قمة بين السيسي وسلطان بروناي بالقاهرة، وحسن بلقي بيقول نقدر دور مصر المحوري في استقرار الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. هذه القمة الحقيقة ناقشت تطوير التعاون الثنائي بين البلدين خصوصا في المجال الديني والسياحي والثقافي والاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات من سلطنة بروناي استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حاليا في مصر. كمان الحديث تطرق للقضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك زي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وطبعا كان في تصريحات لمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في إشادة من جانب سلطان بروناي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبلاده ومساحة تفاهم كبيرة جدا بين البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. طيب خلينا نعرف تحليل أكتر حوالين هذه الزيارة وأهميتها وتأثيرها في المرحلة القادمة. بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام. صباح الخير يا أستاذ صبري. أستاذة كريمة صباح الخير. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. قراءة حضرتك أهلا بك يا فندم، قراءة حضرتك في أهمية هذه القمة ومستقبل تأثيرها على العلاقات الثنائية سواء بين البلدين أو أيضا بشكل كبير على مستوى دول العالم الإسلامي خلال المرحلة القادمة. طيب أولا سلطنة بروناي دولة من دول جنوب شرق آسيا، السلطان حسن بلقية نادرا ما يخرج بره السلطنة، أعتقد أن دي الزيارة الأولى له في مصر. لم نسمع من قبل أنه جاء إلى مصر في كافة العهود السابقة، وهو على فكرة بيتولى بقاله سنوات طويلة، وبالتالي كونه انه يختار مصر كهدف لزياراته الخارجية في هذه الفترة شيء مهم جدا. هو صرح بانه لمصر دور رائد في نشر الإسلام في العالم، والسلطنة سلطنة إسلامية. كمان كون انه هم أغنية، سلطنة غنية، كون انه يعبر عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في مصر ده شيء رائع وجميل، لانه احنا زي ما قلت قبل كده لم نعد نتعامل مع دولة واحدة في العالم او معسكر واحد في العالم، نحن منفتحون على كل دول العالم على قدم وساق، تحركنا مصالحنا كمصريين وكدولة مصرية في التعامل مع بقية دول العالم. هذه الزيارة أنا شايف أنها مهمة جدا، لها دلالات، وأيضا هذه الزيارة تؤكد على الاتجاه المصري نحو تدعيم العلاقات المصرية مع دول العالم قاطبة دون تمييز أو اختيار. بالضبط، لأنه فعلا في ناس ممكن تنظر إلى هذه الدولة على اعتبار أنها ممكن تكون دولة صغيرة، دولة بعيدة، يمكن ملهاش مثلا، يعني شايفين أنها مش ظاهرة قوي على الساحة زي دول أخرى رغم ثباتها الاقتصادي وغناها، لكن يعني ثروتها الاقتصادية. مجرد أن مصر تقيم علاقات مع كافة الدول سواسية ده مهم جدا لإحداث توازن في علاقاتها مع العالم كله. لم يعد هناك دولة صغيرة ودولة كبيرة، في هناك دولة مؤثرة ودولة غير مؤثرة. تمام. نعم أستاذ صبري، يمكن يعني من الجدير بالذكر كمان احنا نتكلم عن المجالات اللي ممكن تكون فيها فعلا تعاون اقتصادي بين سلطنة بروناي وبين مصر، يعني هل تم الاتفاق على مجالات اقتصادية معينة؟ احنا عندنا اهم مجال نسعى اليه مع دولة بروناي هو استقطاب عدد كبير من ابنائها للسياحة في مصر. احنا يا جماعة احنا عندنا كنوز ثقافية وأثرية لا توجد في العالم كله. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم كله، حضراتكم اقروا خريطة العالم وشوفوا هل هناك دولة يجتمع على أرضها
حضارات العالم كله. احنا عندنا حضارات يونانية وإغريقية ورومانية وإسلامية وقبطية وفرعونية. هل في دولة في العالم عندها ده كله في وقت واحد على أرض واحدة؟ بالزبط. أعتقد لا يمكن، أو أجزم أنه لا يمكن. وبالتالي أهم ملف هو استقطاب السائحين من هذه الدولة البعيدة لزيارة مصر. نفتح أسواق سياحية جديدة، خصوصا أنه أنها دولة غنية ويعني فيها مواطنين قادرين أن هم يعني نستفيد بهم في أسواقنا السياحية. تمام. طيب هنروح مع حضرتك عشان الوقت لخبر آخر من جريدة الأهرام. تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي عازمون على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره. خالص التعازي للشعب المصري وأسر الشهداء ضحايا حادث الأورام. ووزارة الداخلية بتقول السيارة المتسببة في الحادث كان بداخلها مواد متفجرة. طبعا حادث أليم جدا أستاذ صبري، وبيوضح أنه أيضا يعني حتى الآن ما زالت هناك دول يعني تحارب مصر من خلال الإرهاب. ما زلنا محتاجين للتكاتف لمواجهة الإرهاب، للتوعية لدى المواطنين، لتعزيز الإجراءات الأمنية علشان نحارب هذا الإرهاب. لأنه كمان الجي بي اس اللي موجود في السيارة كان بيوضح أنها كانت متجهة لميدان التحرير، كانوا بيقصدوا أن هم يفجروا مكان وعدد أكبر من الضحايا لا قدر الله. يعني فالحمد لله من رحمة ربنا أنه يعني قضى أخف من قضى، وأنه أظهر قد إيه التكاتف ضد مواجهة الإرهاب من خلال الشعب المصري والتبرعات وكل المساندة للضحايا وأسر المصابين. طيب خليني أقول لحضرتك أنه في مجموعة من الحقائق لازم ناخد بالنا منها في هذا الحادث. الأولى أن السيارة التي انفجرت مبلغ عن سرقتها في محافظة المنوفية من سنوات. من شهور. وبالتالي السيارة مسروقة من قبل إرهابيين عشان ينفذوا بها عمليات إرهابية، وربما تكون هناك سيارات أخرى مسروقة سوف تستخدم أو استخدمت بالفعل في عمليات إرهابية. فعلينا أن نجتهد في البحث عن السيارات المسروقة وإعادتها إلى أصحابها، لأنه إذا اكتشفنا فين السيارة المسروقة سوف نكتشف السارق ونقدر نوقف عمليات إرهابية محتملة. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، هو بالفعل جاء من اتجاه مصر القديمة في اتجاه التحرير، وعندما قيل له انه في قد تلتقي بكمين وهو يحمل المتفجرات غير اتجاهه ومشي في الاتجاه العكسي. لم يكن يقصد المعهد القومي للأورام ولا يقصد اي منشأة اخرى في هذا المكان، وكلها منشآت على فكرة، كلها منشآت طبية، يعني تمام. المعهد القومي للسكر، المعهد القومي للتغذية، هيئة المستشفيات التعليمية، كل دي وكلية الصيدلة جامعة القاهرة. فهو ما كانش هيقدر يكمل كل ده، لكن لأنه خايف ولأنه مش عارف فدخل في هذا الاتجاه، وبسرعة كان عايز يخطف المسافة دي ويعود أدراجه، دخل في السيارات وحصل ما حدث من شدة الاصطدام بين السيارات، لأنه هم جايين بسرعة وهو رايح بسرعة، فدخلوا ببعض. المتفجرات انفجرت قدام المبنى الوسيط في المعهد القومي للأورام. حصل اللي حصل، وللأسف الشديد فقدنا شهداء لا حول لهم ولا قوة، وكانوا يا إما لم نفقد مريضا واحدا حتى لا يقول أحد أن هناك مرضى استشهدوا أو توفوا. ليس هناك مريضا واحدا، هناك فردي من الأمن كانوا على باب المعهد توفاهم الله واستشهدوا نتيجة الانفجار. لم يكن هناك أي شيء مقصود في هذه العملية خاصة بالمعهد. علينا أن نفهم أن الإرهاب لن يتوقف في لحظة والتو، وعلينا أن نفهم أن معركتنا مع الإرهاب طويلة، وأننا لازم نبقى واضحين في التعامل مع الإرهابيين، وألا نتعاطف معهم، وأن نبلغ بالفعل عن أي تحرك مشبوه في بيوتنا أو حوالينا أو في شوارعنا. وكمان حاجة مهمة جدا، أرجوكم لازم نفهم أنه الإرهاب
لا يهزم دولة ولا يهزم شعب مهما طالت صحيح فتراته. ومصر قادرة الحقيقة على مواجهة العديد من الأزمات وليها سجلات حافلة في مكافحة الإرهاب ببراعة وبقدرة كبيرة. ده أكيد. طب خلينا نروح لخبر آخر من جريدة الجمهورية. الحكومة متوقع عقد مونوريل العاصمة التنفيذ خلال 76 شهر. التشغيل التجريبي هيكون خلال 6 شهور وتوطين التصنيع. رئيس بومبارديي قال غاية في الروعة والأمان ونهضة للقاهرة يقصد هنا العاصمة الإدارية الجديدة. قرأت حضرتك لهذه هذا الإنجاز على الصعيد الاقتصادي المصري؟ العاصمة ما فيش حاجة اسمها العاصمة الإدارية الجديدة لأن ما عندناش عاصمة إدارية قديمة. العاصمة الإدارية لغاية ما لقولها اسم. العاصمة الإدارية هي مدينة ذكية أقيمت في هذه البقعة لفض الزحف على القاهرة ولإعادة رونق القاهرة. على فكرة بعد ما تنتقل مجموعة الوزارات ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية إلى العاصمة الإدارية سوف يعاد تنظيم القاهرة بحيث أن احنا نستمتع بجمالها اللي مش واخدين بالنا منه. صحيح. نتيجة تمام. تعود القاهرة الجميلة بالعمارة ويعني بالمباني الجميلة الموجودة في وسط البلد حقيقة تمام. يعني في كمية فن وعمارة رائعين جدا محتاجين بس ان هم أن يعاد النظر ليهم. يعني انتقال العاصمة انتقالنا للعاصمة الإدارية هيخفف العبء عن القاهرة ويخلينا نبدأ نطور في هذا الجمال اللي حضرتك اتكلمت عنه والأستاذ أحمد اتكلم عنه في وسط البلد وفي أطراف البلد. على فكرة كمان امتصاص العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات حضرية سوف يؤدي إلى التخفيف عن القاهرة. العاصمة الإدارية اللي هنروح لها دي تتمتع بمميزات كثيرة من حيث قربها من المواني في السويس من بالزبط. حيث وجود مطار حديث جدا بدأ تشغيله بالفعل. المونوريل لأنه وسيلة نقل سريعة وآمنة سوف تنقل ما بين القاهرة القديمة والعاصمة الإدارية. يعني كده استاذ صبري هيقل لنا يعني إلى أكتوبر. كنت لسه عايز أسأل حضرتك يعني معنى كده ان سكان اكتوبر هيقدروا ان هم يوصلوا بسرعه للعاصمه الاداريه وبالتالي مش هيبقى فيه ازمه مش لازم اروح اسكن هناك علشان اقدر ان انا استفيد من الخدمات ولا المقدمه ولا تسكني هناك. في مصر الجديده ولا تسكني في طريق السويس. كل الاماكن التي سوف يمر عليها المونوريل في خط سيره سوف تنتقل إلى العاصمة الإدارية من خلال المونوريل بسرعة شديدة جدا وبأمان أكبر وبتحضر أكبر تمام. وكمان ده هيؤدي إلى إيه بقى؟ إلى أنه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنه مش لازم أقول أنه لازم أروح أسكن في العاصمة الإدارية ومش لازم أقول أنه بعيدة عليا لأنه مش هتبقى بعيدة عليا ومش لازم أقول أن المواصلات هتحشر فيها لأنه مش هتحشر أو المسافة الزمنية هتبقى قليلة. وكمان المونوريل كمان بيربط أكتوبر والقاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية. نروح لخبر تاني أستاذ صبري من جريدة المصري اليوم. المحافظات تستقبل عيد الأضحى برفع درجة الاستعداد. ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي يكلف المحافظين بمراقبة الأسواق وتوفير منافذ لمنتجات الخدمة الوطنية. كل سنة وحضرتك طيب وكل المشاهدين بخير. يعني تعليق حضرتك على هذا الخبر الاستعدادات قبل العيد وتأمين عملية بيع الأضاحي وتوفير منتجات للمواطنين من خلال المراكز الخاصة بالخدمة الوطنية ومحاربة الغش التجاري في هذه المرحلة من جانب بعض التجار اللي بيستغلوا إقبال الناس على شراء الأضاحي. أهميتها إيه من وجهة نظرك وإزاي ممكن فعلا يبقى فيه أمان للمواطن في شراء الأضحية السليمة بدون ما يتعرض لغش أو استغلال؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وكل المصريين طيبين وكل المسلمين في أنحاء العالم كله بخير وسعادة وأمن وسلام. عايز أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد أنه أنت راجل مذيع قديم ومتمرس. أشكرك. حضرتك تقدر تقرأ هذه العناوين السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها والسنة اللي قبل اللي قبلها. وأستطيع وأنا صحفي قديم عجوز يعني أكتب هذه العناوين مقدمة لسنوات جديدة.
ليه؟ لأنه هذا هو التقليد المتبع، إن إحنا نقول إحنا حنراقب الأسواق وإحنا مش هنمنع الذبح في الشارع عشان تلوث البيئة والأمراض، وحنراقب كيفية بيع الخراف وكل الكلام ده هنقوله. لكن في الواقع، في الواقع هل إحنا بنعمل ده بجد؟ بالظبط بجد هو ده السؤال اللي لازم نسأله للسيد وزير التنمية المحلية وللسادة المحافظين ولأي حد يقول أي حاجة. صحيح. ليه؟ صحيح. بس لأنه بس لازم نشيد أستاذ صبري، اسمح لي، لازم نشيد أيضا بالدور اللي قامت به الحكومة خلال الفترة الأخيرة والقيادة في مصر من خلال طرح منافذ بيع مختلفة تبع سواء لوزارة الداخلية أو للقوات المسلحة أو حتى ما تم من مبادرات مع مراكز تجارية خاصة، وده احنا بنشوف، يعني احنا مش بس بنقول كلام كعناوين، لا احنا بنشوف كمان. يعني استاذ زكريا، في فرق بين ما قامت به الحكومه من توفير سلع يحتاجها المواطن باسعار معقوله من خلال منافذ القوات المسلحه او منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه، وفي فرق بين التعامل او الاتفاق مع سلسله مراكز تجاريه في مبادرات عشان تخفيف العبء على المواطنين، وفي فرق بين ما يقال عن الرقابة ويقال عن الأمان ويقال عن حضرتك يوم العيد يعني اسمحي لي تنزلي في جولة كده بعد ما تصلي تروحي الشوارع وتشوفي كمية الدم اللي موجودة في الشوارع نتيجة جراء الذبح. احنا عايزين بلدنا يبقى الناس واعية. لا بالظبط استاذ صبري، هي النقطة، هي النقطة في وعي الناس. احنا بس لضيق الوقت هنشكر حضرتك. الوعي الناس والرقابة ومتابعة التنفيذ وتشديد الإجراءات اللي هي يعني بتحرم هذا الإجراء أو بتمنع هذا الإجراء. إذا نحن متفقون أنا وحضرتك. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للكاتب الصحفي أستاذ صبري الجندي، كاتب صحفي الأهرام. مرة تانية شكرا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. ونروح لجريدة الأهرام ضمن مبادرة حياة كريمة، إعمار مئات المنازل بأسيوط والوادي، تطوير 4 قرى بالغربية، مشروعات تنموية بجنوب سيناء. اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والمرافق في قطاعات الصحة والأبنية التعليمية، مياه الشرب والصرف الصحي، وده كان بتكلفة 289 مليون جنيه ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا. طيب خلونا نتكلم بالتفصيل عن أثر مبادرة حياة كريمة على الناحية الاجتماعية وتكاتف المجتمع والتكافل. دكتورة نوران فؤاد أستاذ الاجتماع السياسي، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اما بنقول حياة كريمة كاسم لمبادرة تم اطلاقها اوائل هذا العام وفعلت بالفعل، وكان اول مؤتمر ليها ضمن المؤتمر الوطني السابع للشباب، وشايفين التكاتف ازاي والتحرك على ارض الواقع سريع الحقيقة. والوصول للاماكن الاكثر احتياجا واهالينا في القرى وغيره. مبادرة مهمة جدا انها تلم الشمل وتبقى يعني غطاء لكل الجهات الراغبة في انها تقدم العون للناس المحتاجة. اثر هذه المبادرة على مجتمعنا ايه؟ والله يا فندم هي مبادرة حياة كريمة فيها فلسفة الحقيقة رائدة، لان طبعا سيدة الرئيس بيشتغل بتوجه نظري وفلسفي على الارض، عمليا على الارض. يعني هناك تعاقد اجتماعي بين الدولة وبين المواطنين، التعاقد الاجتماعي ده في صوره هو اللي بيؤرخ للتنمية، هو اللي بيؤرخ للانتماء للوطن. وبالتالي من خلال هذه المبادرة الرائدة الرائعة، المبادرة قامت بشق اجتماعي وبشق اقتصادي، المبادرة ذهبت للنجوع وللقرى البعيدة التي لم يكن يصلها أي شيء، اللي هي كتل الإرهاب، كتل الإرهاب وكتل التدني الاقتصادي. فالمبادرة ذهبت بعيدا بدوافعها، ذهبت بعيدا بأهدافها. المبادرة فيها شق يخص السكن، وفي شق يخص الصحة، وفي شق يخص دخل المواطن. المبادرة فيها أكثر من فكرة، فيها سداد للديون الغارمين، المبادرة فيها جوانب اقتصادية ومجتمعية خطيرة يعني على المنعطف اللي احنا بنمر بيه الآن في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة المشاكل الاقتصادية العالمية اللي هي مش مصر بس يعني اللي بتمر بيها، ولكن الاقتصاد العالمي كله، الاقتصاد العالمي كله يمر بمشاكل نقص العمل والبطالة والتدهور الاقتصادي إلى آخره. فالمبادرة كانت في وجه كل ذلك من خلال تخطيط دقيق على المحاور الاقتصادية والمحاور المجتمعية
الانسانيه صحيح التي تخص المواطن. ده بينطلق تحت الهدف الاكبر اللي تم اطلاقه حتى يعني وتم الاعلان عنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للفتره الرئاسيه الحاليه، وهي بناء الانسان كمنظومه كامله. بناء الانسان بيجي تحتها عوامل كثيره جدا او عناصر كثيره جدا من بينها ما تترجمه هذه المبادره. لكن اسمحي لي دكتور نوران، يعني في جهات كثيره جدا بتتعاون من اجل انجاح هذه المبادره، برايك كيف يمكن ان يتم التنسيق حتى بين هذه الجهات كي يكون المجهود المبذول على ارض الواقع نقدر نقيسه ونقدر نحس بيه ونقدر نشوف النتيجه بتاعته اول باول؟ انا بايد حضرتك فعلا ان في تضافر للجهات، والاول مره انت بتحسي دلوقتي انه ليس هناك جهات حكوميه وجهات غير حكوميه وجهات فرديه، ولكن هناك تضافر بين منظمات المجتمع المدني، بين المنظمات الحكوميه، بين الوزارات. هناك بروتوكولات تعاون بين الوزارات وبعضها البعض. هذا التنسيق الهيراركي وهذا التنسيق الحضاري وهذا التنسيق الانساني لم يكن بهذا الزخم وبهذه الصوره، وبالتالي انا باكد على كلام حضرتك ان الاول مره التنميه تبقى بمفهومها الشامل، بمفهومها العلمي، بمفهومها العملي، التنميه لارض الواقع. احنا بنشوف ايه اللي ناقص المواطن وبنحاول ان نضيف لنحقق ذلك الانتماء للوطن، انتماء الوطن من خلال يعني الوفاء باحتياجات المواطن الأساسية، وبالتالي هو يحس ان في تعاقد اجتماعي ناجح بينه وبين الأهم كمان يا دكتورة الأهم استمرار هذه المبادرة، لأنه يعني ما أكثر المبادرات اللي بتطلق والناس بتتحمس ليها، لكن بعد كده ما بتستمرش بنفس الحماس. لازم نستمر بنفس الروح جدا والحماس بالضبط، الاستمرار والتطوير منها وتوسيع أهدافها. تمام، بشكرك. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتورة نوران فؤاد أستاذ الاجتماع السياسي على هذه المعلومات اللي ساهمتي بيها معنا. ونفكر طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية النهاردة يا جماعة إن شاء الله خلال ساعات هيتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية، كل التوفيق يا رب لأولادنا. والدبلومات الفنية 17 أغسطس كل التوفيق ليهم أيضا. يعني جولتنا مستمرة في هذا الصباح، خلينا نروح لاستوديو الأخبار وزميلنا محمد عاطف ونتابع أهم وآخر أخبارنا السياسية ونعود لبدء حواراتنا في هذا الصباح. خليكم معنا.